انا عندي وثيقه للسيد وزير الخارجيه القطري، بيخاطب فيها اسماعيل هنيه رئيس حركه حماس او رئيس الحكومه المؤقته لحركه حماس، وبعت له 250 مليون دولار لتامين الرئيس مرسي، حكم الرئيس مرسي، ولمساعده الاخوان المسلمين. ادي جزء من التمويل، وجالهم بعد كده حاجه زي كده، بس انا ما عنديش وثائق. فالتمويل بتاع برضو، هنرجع تاني، انا مش عايز الناس تدي لقصه